سبع علامات للاكتئاب لا يلاحظها أحد. عندما تفكر في الاكتئاب، ما الذي يخطر في بالك؟ الشعور بالحزن، أفكار مرتبطة بالموت، مكالمات أو رسائل لم يتم الرد عليها. هذه كلها علامات شائعة جداً وملحوظة للاكتئاب. ولكن هل تعلم أن هناك علامات أكثر دقة للاكتئاب يمكن أن لا تظهر في الرادار؟ دعونا نتحقق من سبع علامات للاكتئاب لا يلاحظها أحد. أولاً، يمكنك التبديل بين المشاعر اعتماداً على البيئة المحيطة بك. عندما نفكر في الاكتئاب، غالباً ما نفكر في الشعور بالحزن طوال الوقت. لكن هل تعلم أن هذا ليس هو الحال دائماً؟ من العلامات الخفية للاكتئاب عندما يتقلب الفرد بين الحزن والسعادة بناءً على السيناريو والمكان. على سبيل المثال، قد تشعر بالحزن عندما تكون بمفردك، ولكنك تشعر بالسعادة عندما تكون بالخارج مع أصدقائك. إن وجود أشخاص حولك أو شيء ما لإبعاد عقلك عن الأشياء يسمح ببعض الراحة. يمكن أن يكون هذا أيضاً ما يسمى بالسعادة القسرية، حيث يشعر الشخص بالميل إلى رسم ابتسامة على وجه الآخرين. ثانياً، تغيرات في عاداتك. هناك وصمة عار معينة حول السهر إلى وقت متأخر من الليل. عندما ترى منشورات أو رسائل نصية من صديق في تلك الساعات المتأخرة، قد لا تفكر في ذلك. ولكن عندما تلاحظ ذلك بشكل مستمر ومتكرر، فقد يكون ذلك مدعاة للقلق. ومن العادات الأخرى التي يمكن ملاحظة التغييرات فيها هي تناول الطعام والاستحمام وارتداء الملابس والذهاب إلى العمل أو المدرسة أو أي مواعيد أخرى. إن تجاهل هذه الاحتياجات الإنسانية الأساسية لا يعني الاهتمام بنفسك، وقد يكون ذلك علامة على أن هناك أشياء أكثر أهمية من مجرد التعب أو الشعور بالكسل. ثالثاً، تبدأ في لوم نفسك على الأشياء حتى لو لم تكن خطأك. عندما تفعل شيئاً ما، من المهم أن تتحمل المسؤولية عنه وأن تحاسب نفسك. لكن هل تلاحظ أن هناك من يعتذر عن كل شيء، حتى عن الأشياء التي لم يفعلها؟ أنت تقول: لقد سكبت العصير على قميصي. يقولون: آسف. أنت تقول: إنها تمطر، أردت أن أذهب للركض. يقولون: آسف. لم يجعلوك تسكب العصير على قميصك، لم يتسببوا في هطول المطر وأفسدوا اليوم عمداً، لكنهم يشعرون أن هذا خطأهم. يمكن أن يظهر هذا أيضاً على أنه تذكر أو استعادة ذكرى محرجة وعدم تجاوزها. حتى الشعور بالذنب يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالاكتئاب. رابعاً، أنت لا تفعل ما كنت تفعله من قبل. هل لاحظت أن صديقاً معيناً قد رفض الكثير من دعواتك للخروج مؤخراً؟ هل لاحظت أنهم لن يذهبوا إلى أي مكان غير العمل أو المدرسة؟ ربما لا يزال هناك صديق يظهر في هواياته مثل ممارسة الرياضة أو التدريب على الموسيقى، ولكنه فقد كل الاستمتاع بها. هذه كلها علامات على الاكتئاب المحتمل. عندما تكون مكتئباً، فإن الأنشطة التي كانت تنتج الدوبامين، هرمون الشعور بالسعادة، لا تتفاعل بنفس الطريقة، مما يجعلك لا تشعر بنفس السعادة عند القيام بها. هذه علامة أخرى يمكن إقرانها بالتبديل المذكور في النقطة الأولى. قد يشعر الفرد أنه بحاجة إلى مطابقة معنوياته العالية السابقة وإخفاء مشاعره الجديدة حتى لا تفسد الحالة المزاجية. خامساً، لديك صعوبة في اتخاذ القرارات. عندما تطلب من شريكك أن يقضي وقتاً ممتعاً، فمن الجيد أن تحصل على بعض المعلومات حول ما يريد القيام به، أو حتى تترك القرار له. قد لا يكون لدى الشخص الذي قد يعاني من الاكتئاب أي آراء حول أي شيء. يمكن أن يكون الأمر صغيراً مثل ما يجب تناوله على العشاء، أو أكثر صعوبة مثل ما يجب أن تتخصص فيه أو تحديد ميزانيتك. فقد يعني هذا أن الفرد لا يشعر بأنه جيداً أو ذكياً بما يكفي لاتخاذ القرار الصحيح. يمكن أن يكون الابتعاد عن اتخاذ القرارات مؤشراً جيداً على احتمالية الإصابة بالاكتئاب.
سادساً، أنت دائماً على حافة الهاوية. التهيج هو أحد الأعراض الشائعة لحالات الصحة النفسية، ولكن كيف يمكنك معرفة الفرق؟ لنفترض أن لديك زميلاً في الغرفة وتلفزيوناً واحداً مشتركاً، تريد مشاهدة فيلم بعد العمل، ولكن عندما تعود إلى المنزل يكون شريكك في الغرفة يشاهد بالفعل شيئاً ما وتنفجر غضباً في زميلك في الغرفة. رد الفعل غير متناسب مع الوضع. بالتأكيد من المزعج أن لا تنفذ مخططاتك، ولكن هذا شيء يمكن أن تحله محادثة بسيطة. يمكنك أن تسأل شريكك في الغرفة عما إذا كان يمانع مشاهدة الفيلم بعد الانتهاء. يمكن أن يكون رد الفعل المفاجئ للغضب علامة على مشاكل الصحة النفسية مثل الاكتئاب. سابعاً، تشعر بألم جسدي. هل شعرت يوماً بألم مثل آلام العضلات أو الصداع وليس لديك أي فكرة عن مصدره؟ عندما تشعر بآلام جسدية بانتظام، فمن الجيد دائماً استشارة طبيب متخصص لتحديد ما إذا كان هناك أي أسباب كامنة لها. إذا لم يتم العثور على أي شيء، فقد يكون من الجيد الاتصال بأخصائي نفسي. هل فاجأتك أي من هذه العلامات؟ هل لاحظت علامات الاكتئاب الأخرى هذه في نفسك أو في أحد أفراد أسرتك والمقربين منك؟ اسمح لنا أن نعرف في التعليقات أدناه. إذا كنت تشعر أنت أو أي شخص تعرفه بالقلق من ظهور علامات الاكتئاب عليه، فيرجى استشارة أخصائي نفسي، وإذا وجدت هذا الفيديو مفيداً، شاركه مع الآخرين.